نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء خلاله على مواصلة قناة السويس إثبات أنها شريان استراتيجي لحركة التجارة العالمية وما حققته من أرقام قياسية على الرغم من أزمة كورونا. وأبرز التقرير بيانات وكالة بلومبرغ التي قالت إن 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، موضحا زيادة حجم العمولات الصافية للقناة بنسبة تخطت 51%، بينما زادت أعداد السفن المارة عبر القناة بنسبة 8.6% لتسجل 19,000 سفينة لعام 2020 و2021. ورصد التقرير ارتفاع إيرادات القناة موضحا أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها لعام 2020-2021 بواقع 5 مليارات و800 مليون دولار.